يا مس التسامح والمحبة والخير عليكم مشاهدين قناة الفجيرة مطلع الشمس وفي برنامجكم 7 على 7. التسامح رسالة الإمارات الحضارية ونهج الريادة الذي كرسه قادتنا الملهمون، صنعوا نموذجا متفردا في كل شيء، إذ رسخ قادتنا رؤية استراتيجية في جعل كل عام بوابة للمبادرة وتكثيف العمل وتعظيم الإنجاز ولتأصيل قيمة من قيم الإمارات النبيلة. التسامح أكثر ما تفاخر به دولتنا أمام العالم، فالإمارات التي يعيش ويعمل على أرضها أكثر من 200 جنسية من مختلف الديانات في تعايش وانسجام ومحبة هي عنوان للتسامح والانفتاح على الآخر. والنموذج الإماراتي في التسامح قادر على أن يحدث فارقا كبيرا في ترسيخ هذه القيمة عالميا. وقد أكد الشيخ زايد رحمة الله عليه أن الإسلام دين رحمة وتسامح وتفاهم وتقارب بين البشر ومعاملة بالتي هي أحسن. ومن أقواله المأثورة عن التسامح قوله: إن نهج الإسلام هو التعامل مع كل شخص كإنسان بغض النظر عن عقيدته أو عرقه. التسامح واجب، واجب. إذا كان أعظم العظماء الخالق عز وجل يسامح، فنحن بشر خلقنا ما نتسامح؟ نحن بشر كلنا أخوة. اللي بيصير على هذا الطريق ولا بيصير على هذاك ولا بيصير على هذا، المصيب هو أخو والغلطان أخو. طيب ليش ما نساعد الغلطان نجيبه إلى الصواب، ونسامح الغلطان إذا غلط حتى أنه يفهم أن نحن والله ننجده، ما نتركه ولا ننبذه، لا بل أن ننجده ونساعده حتى يجي على الطريق الصحيح. أي إنسان ليسعفه إنسان ينسى؟ ما ينسى. وأن نسيه صديقه بيقول له: ها نسيت هذا الإنسان اللي أسعفت بهذاك الوقت اللي كنت أنت تعبان؟ فلا بد أن يرجع إلى صواب، لا بد أن يرجع إلى صواب. رحم الله الوالد المؤسس زايد رحمة الله عليه، نعم الأب، نعم من زرع فينا حب التسامح والخير. مشاهدينا الكرام، في حلقتنا اليوم راح نشوف فيها صحيفة السعادة، بوابة السعادة للأسرة العربية، وكذلك راح نروح لمنصة مبتكرة لتعليم اللغة العربية، وراح نروح بعد لنادي القراءة والكتابة، وآخر شيء راح يكون عندنا طريق الحاسب الذهني والمشاكل والخلافات، وآخر شيء راح يكون عفوا عندنا المشاكل والخلافات الزوجية. انطلقت مجلة الأسرة العربية اللي تحل مشاكل الأسرة العربية وتهتم فيها ولها تركيز مهم، ودوما نحن نفتقر مثل هذه المجلات بصراحة في الوطن العربي، عفوا الصحيفة. فنتكلم أكثر عن هذه الصحيفة معاي عبر الهاتف رمزي سليم، رئيس مجلس إدارة صحيفة دبي اليوم. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا أخي عبد العزيز، مرحبا. مرحبا فيك يا أهلا وسهلا، سعداء بتواجدك معنا. أنا اللي أسعد بكم وبقناة الفجيرة البناءة، ويا مرحبا بكم وأشكركم على هذه اللفتة الجميلة، وأنتم دايما طباقين في هذا الإطار العام. لو حدثني عن صحيفة السعادة، بوابة السعادة للأسرة العربية. نعم، رؤيتكم حقيقة. تفضل. حقيقة أن منصة صحيفة السعادة هي بوابة السعادة للأسرة العربية التي حلمنا وما زلنا نحلم أن تشكل فعلا مغايرا من أفعال التنوير وقيمة مضافة للإصدارات العديدة التي تنطلق من الإمارات الساحرة والمفعمة بالحيوية بكل تجلياتها. وأضيف أنها أضحت حالة فريدة في المعمورة، تطلق المبادرات وتشجع الفعل الإيجابي وتتفاعل بقوة مع تحولات، دعني أقول في زمن لا يحترم إلا من يمتلكون الرؤية والقدرة على التخطيط والتطبيق، وهو ما تتميز به قيادتنا الرشيدة. عزيزي عبد العزيز، إن صحيفة السعادة مشروع ثقافي جديد مترع بالأمل والثقة في طاقة الإمارات والوطن العربي،
وفي مقدمتها الإمارات وفي الأمة يتجسد عبر منصة السعادة كأول منصة بوابة عربية لإسعاد الأسرة العربية، صحيفة جامعة ومتنوعة أبصرت النور عضوا فاعلا في البيت الإعلامي الإماراتي العربي. ودعني أن لا يفوتني أن مبادرة صحيفة السعادة جاءت بدعم ورئاسة سعادة السفير فتحي جبر عفانة، وهو سفير منظمة الأسرة العربية بإمارة الشارقة. في الأمة عادة يتجسد الإعلام عبر مجموعة من المبادرات، ونحن تعلمنا من الإمارات الأخذ بالمبادرات الإيجابية. والفضل سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد الذي أطلق عام 2019 عام السعادة، عام التسامح والسعادة والفعل الإيجابي. ومن هنا كانت المبادرة من سفير الأسرة العربية. خلال الفترة السابقة وضعنا أنفسنا أمام تحدي هائل على مدى الأشهر المنصرمة في ظل المتغيرات المتسارعة التي تطرح في المشهد الإعلامي والثقافي العربي، وكانت رؤيتنا هو أن تفرد صحيفة السعادة مساحة واسعة للشؤون الإماراتية بمنجزات عملها الإيجابي والتحفيزي والحركة الثقافية، انطلاقا من الشارقة عاصمة الثقافة العربية إلى الإمارات عاصمة التسامح العربي. ستكون صحيفة السعادة، وأخص هنا الحديث حصريا إلى قناة الفجيرة الرائعة، أنها ستكون منفتحة على كل التفاعلات البناءة والمفيدة، وتسعى إلى خلق علاقة تكاملية بينها وبين اهتمامات القارئ العربي والأجنبي، ومن معالجة مواضيع تنكب على كل ما يخص عالمنا اليوم. المنبر من الإمارات، ودعني أقول لماذا من الإمارات وليس من أي دولة أخرى؟ ببساطة لأنه في سماء الإمارات بفضل الله تعالى سطعت نجوم كانت وما زالت منارة للإنسانية والسلام العالمي، ومن الإمارات إلى العالم حملوا رسالة حب للبشرية جمعاء ليصبحوا نموذجا يحتذى به. ومن الإمارات انطلقت منابر الفكر الجديد والتنوير الهادف والثقافة العربية الحديثة بمبادرات طلائعية فريدة في نوعها ومنفردة في أسلوبها، متخذين من ثقافة السعادة والإيجابية والتحفيز نهج إعلامي رصين. نعلن وبكل ثقة في الله وبفضل شيوخنا الكرام عن منصتنا الإعلامية الجديدة لتكن رافدا من روافد الإعلام العربي والإماراتي، على وجه الخصوص مستغلين مساحة الإبداع والابتكار كأسلوب للنجاح لتكن منبرا عربيا أصيلا ثقافيا يحمل على عاتقه أخي العزيز مسؤولية الكلمة والتعبير بكل شفافية وصدق والحفاظ على القيم الإنسانية والتسامح. ونحن في عام التسامح تحت مظلة من الحكمة والرشد. ودعني أن أزيد على حضراتكم أن هدفنا هو المهنية والمسؤولية في الطرح والإبداع والابتكار في التناول الصحفي الرصين والتناول في جميع الأخبار الإيجابية التي تسعد فعلاً الأسرة والمجتمع. هذا شيء رائع أستاذ رمزي. لو حدثنا أهم ما لدى الصحيفة هي علاقتها مع الجمهور الخارجي، ما هي الأسس اللي تقومون فيها لتربطكم مع جمهوركم مع الجمهور الصحيفة؟ كل ما يهتم به القارئ الإماراتي والخليجي والعربي من الأخبار الإيجابية والتحفيزية على العمل وعلى التعليم وعلى الابتكار، سيجد الطفل مبتغاه من مادة تزيد من
العلم والمعرفة والثقافة، انطلاقا إلى الجامعي لكل الأبحاث الخاصة بالابتكار والإبداع، إلى رجل الأعمال، إلى الأسرة العربية جمعاء. نحن نقدم إعلاما رصينا يخدم الأسرة العربية جمعاء. أستاذ رمزي سليم شكرا لك. أستاذ رمزي سليم رئيس مجلس إدارة صحيفة دبي اليوم، شكرا لك. العفو، عفوا. أهلا وسهلا لكم جميعا. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا مشاهدينا الكرام، راح نروح من هنا إلى بعد 45 كيلومتر بالأخص إلى وادي الوريعة. بصراحة وادي الوريعة في الفترة الأخيرة أخذ جوائز كثيرة، جوائز عالمية على الطبيعة اللي تمتلكها. وأنصح الكل اللي ما راح لابد ولازم أنه يروح يشوف الطبيعة الخلابة اللي موجودة فيها، تقضون فيها الويكند، تقضون فيها الأيام العادية. أجمل مكان ممكن تشوفونه في دولة الإمارات هي وادي الوريعة، وفيها تميز جيولوجي وتميز بيولوجي وتميز كبير تشوفه من الصخور الموجودة وغيرها من الأمور، وفيها من المنحدرات الصخرية التي تمتد من سلطنة عمان في الجنوب وحتى مضيق هرمز وفي الشمال، تبعد تقريبا كيف ما قلت لكم 45 كيلومتر. خلونا نشوف التقرير هذا وياكم. رجعنا لكم مشاهدين الكرام مرة ثانية. طبعا أي علاقة بين شخصين تمر في مرحلة جذب، أو أحيانا نكون علاقة طيبة وأحيانا نكون في بعض المشاكل بينهم، وهذا اللي قاعد نشوفه أكثر شيء في الحياة الأسرية بين الزوج وزوجة. الحياة الحين اختلفت، الزوج يشتغل والزوجة تشتغل، تكون في بعض الضغوطات اللي هم يواجهونها في العمل ممكن يشوفونها في البيت، وكثير من المشاكل هذه خاصة بين الابن والأم، بين الأم والأب وغيرها من الأمور. خلوني أرحب ضيفتنا مريم علي الكاس، راح نتحدث أكثر مع ضيفتنا مريم علي الكاس وهي مستشار تربوي أسري. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا، كيف أمورك؟ إن شاء الله الحمد طيبة. الحمد لله تمام. وتحت الهواء وأنا قاعد أقول لك المجتمع حين تغير والمشاكل كثرت. صح، لأن سبحان الله حتى كل فترة زمنية تشوف المشاكل على حسب الفترة تطلع. يعني في السابق ممكن مشاكل هذه اللي تصير الحين حاليا ممكن في الفترات الماضية ما كانت موجودة. صح. مثل ما ذكرت مثلا المرأة الحين صار لها دور كبير في أن هي تشتغل وتعمل، ممكن أن أدى لها أن يكون لها ضغوطات وما إلى ذلك. بس أنا أبغى أتكلم عن الخلافات كيف ممكن أن هي تبدأ من البداية. دائما في بداية السنة الأولى من الزواج يصير فيه خلافات. ليش؟ إيش تتوقع شو سبب اللي السنة أول سنتين يقولون دائما أول سنتين إذا مرت بسلام راح يعمر هذا الزواج. وإذا صارت كثيرة من الخلافات وما عرفوا يتجاوزون هذه المشاكل معناته ما راح يستطيعون أن يستمرون في هذه العلاقة الزوجية. زين، أنا ما أبي أقول إن المرأة لا، المرأة الحين لها دور أساسي في المجتمع. أكيد. نشوفها في المستشفيات وغيره وغيره. بس أنا أقول لك، ما تحسين إن الحين ابتعاد يعني انشغال الأم أو المرأة وانشغال الأب
يعني له دور بس حتى لو بسيط في المشاكل اللي تشتوي؟ أكيد ممكن يكون سبب من الأسباب. أوكي. ولكن أنا راح أتكلم من البداية لغاية ثاني سنة زواج. تمام؟ في البداية أول ما يحط الواحد في باله أنه راح يتزوج في رواسب تكون ما قبل الزواج. شو يعني؟ يعني إذا هذين الاثنين ما كان في ما بينهم قبول في البداية، معناته أي مشكلة راح يواجهونها خلال فترة الزواج راح يضخمون من حجمها. ليش؟ لأن هؤلاء الطرفين ما بينهم قبول، فأول شيء هذه تكون رواسب ما قبل الزواج. ثاني شيء ممكن يكون أنها الشخص اللي هو الزوج ممكن يكون رابط فكرة الزواج بفكرة سلبية. كيف يعني؟ يعني رابط مثلا موضوع الزواج بأن أنا الديون اللي صارت لي بسبب أني أنا تزوجت، فمعناته أيوة. فأول ما تصير أي مشكلة خلال فترة الزواج يبتدي أنه هو يضخم المشكلة. ليش؟ لأنه رابط موضوع الزواج بفكرة سلبية، فيبتدي أنه هو ما يتقبل أي مشكلة تصير. متدين هالكثير؟ أيوة. يعني والله تخيلي واحد متدين 500,000 600,000 صح، ويدخل البيت يسمع كلمة مو بحلوة. أيوة. ينجلط. فهذا هو بداية من البداية، نحن نحاول نبتدي بداية صح علشان نتجاهل أو أن نحن نتفادى المشاكل ممكن تصير مستقبلا. فأنا أقول ابتدي من البداية لغاية ما ندخل في موضوع الخلافات اللي في كل بيت تحصل. أستاذة مريم، دوما نحن عندنا الشباب مخاف من الزواج. صحيح. أنا يعني صح، في كثير من يعني الأشخاص اللي أقابلهم يقولون من يتزوج الحين؟ الحين صار في تكاليف، صار في كذا، صار في كذا، فعندهم صورة ذهنية عن الزواج خاطئة. زين، خليك عن التكاليف، تحزين الزواج؟ نحن عندنا شباب الحين، أنت أطلع على وقتي، أسافر، أرجع. الزواج لا، دوم يقول زواج مسؤولية، زواج مسؤولية، يمكن رحنا الزواج. صح. ليش؟ لأن هذه صورة ذهنية خاطئة. حتى المرأة يكون لها صورة ذهنية خاطئة عن الزواج، وهذا من الأسباب اللي ممكن تؤدي إلى أن يصير في خلافات لما يدخلون في عشة الزواجية. ليش؟ لأن الرجل يكون عنده صورة ذهنية أن أنا لما راح أدخل في موضوع الزواج معناته مثل ما ذكرت راح أنحبس. نقول في بداية لازم أنا أصحح هذه الصورة الذهنية، يعني الحرمة أو البنت يكون عندها أن الزواج حياة وردية، بسافر، بطلب منه كذا كذا كذا، بس كل الأشياء اللي ما سويتها في حياتي راح أسويها لما أتزوج. الله يسامحك، بالعكس ريال بيتبهدل كذا. أيوة. تقول أبا سافر، أبا أطلع. أيوة. هذه الصورة الذهنية الخاطئة، والصورة الذهنية عند الريال إنه هو راح يكون عنده مسؤولية. فهني دور برامج التأهيل اللي تكون ما قبل الزواج. أوكي. إن الواحد شو يقرب الصورة. صح. تكون عنده الصورة واضحة وقريبة من من الواقع، ما يرفع سقف التوقعات بشكل كبير. كل واحد كل ما رفع سقف التوقعات أول ما راح يدخل الحياة الزوجية راح يدخل في شيء اسمه رياليتي شوك. شو يعني؟ اللي هو صدمة الواقع، أن الواقع مختلف تماماً عن الشيء اللي أنا تخيلته. زين، قبل لا ندخل في المشاكل الموجودة، المشاكل الزوجية، أنا أقول لك الأمور اللي تخلي الشباب ما يتزوجون، نحن أقول لك شلة أربع شباب ولا خمس شباب. أوكي. نطلع للساعة 12، الساعة واحدة، اللي تزوج حد الساعة 10:30 11، عفواً وين 11؟ 10:30 10 9 رجع البيت. صح. فنحن الناس الثانية خاف نقول لا الله لا يبلان بريال فلاني ساعة 10 راجع البيت. صح، هذه صورة ذهنية خاطئة. الواحد لازم يكون أسرة، لازم يكون بعدين لاحقين. أيوة، بس لازم يكون أسرة، وكل ما كان وهو صغير في العمر كل ما كان أفضل. نحن ما نكون صغير في العمر جدا، لكن إذا وصل لمرحلة النضوج هني لازم أنه هو يكون أسرة، ما يأجل موضوع الزواج. زين، أغلب المشاكل اللي تشتوي المناقشة بين الزوج والزوجة. أيوة. ودوما يقول لك الزوج يعني يمرون لا سمح الله في اغلب الحالات لحالات الطلاق، يقول لك انا راجع من الدوام ومعصب وماخذ هموم الدنيا، تي هي تفتح الموضوع الفلاني. ايوه، هذا يعتبر جهل في فن الحوار. كل يعني ثلاث ارباع او ممكن تصل الى جميع مشاكل الحياه الزوجيه تكون بسبب الحوار. المفروض انه يكون حوار فعال بطريقه ان كل واحد ينصت للطرف الاخر. فاذا انا ما حاولت اني انا اراعي مشاعر الطرف الاخر واحاول اني اتواصل معه بطريقه فعاله، اكيد راح اوصل الى سد مغلق. ايضا موضوع العناد، ان الشخص يحاول انه هو يعاند ويكابر وما يكون متفهم مع الطرف الاخر، فهذا كله يؤدي الى ان يصير يوصلون الى طريق مسدود. دائما الحوار الهادئ الفعال هو اللي له نتيجه وثمار، لكن اذا كان صراخ شجار اكيد راح يكون هذا سبب ان الواحد ينفر من البيت. تشوف مثل ما ذكرت انت، الواحد يمكن اذا قبل الزواج يرجع البيت الساعه 12، اذا بعد الزواج صارت مشاكل راح يحاول انه يكره اليوم اللي يرجع فيه البيت. صح ولا لا؟ بس غصب عنه يرجع احيانا. فبالتالي يجب على أن شو البيت يكون بيت يعني بيئة جاذبة لهذا الشخص، مش أنه يكون فيه شجار، يكون الوضع متوتر. كيف يكون الانصات؟
أيوة. كيف يكون الإنصات؟ الإنصات يكون بطريقة فعالة، يعني أنا أحاول أني أنا بالعكس كل ما أنصت للطرف الآخر كل ما فهمت هذا الطرف شو يفكر، صح ولا لا؟ صح. لكن إن أنا مثلا كثير من الزوجات يقعون في هذا الفخ، ما يسمعون لأزواجهم، فيحاولون إن هم بما أن هو ما تكلم أنا معناته راح أخلق سيناريو في مخيلتي وراح يعني أعصب على هذا السيناريو وراح أبتدي أيضا أشاجر هذا الشخص. وطبيعة الرجل سبحان الله هو ما يعبر بشكل مباشر، فبالتالي يجب على الزوجة إن هي تشجعه إن هو يتكلم بالأشياء اللي هو حاب يتكلم فيها وتنصت بطريقة فعالة. صح. إذا ما انصتت أو ما يعني أعطتها أن هي مبادرة في الاستماع، ترى هو يحتاج إلى تشجيع أنه هو يتكلم. إذا حس أن هي مثلا مش معاه مش في باله رح يبتدي أنه هو يدخل في شيء اسمه الصمت الزواجي. شو يعني؟ يعني الرجال يدخل البيت بدون ما يتكلم بدون ما يتواصل، هو بشكل بس شكلي هو موجود في البيت. أستاذة مريم، أحيانا في بعض الناس يقول لك يعني يقولون أني أنا لو قاعد 24 ساعة مع زوجتي في بيت واحد نمل من بعض. أيوة. يعني قاعدين مثلا انا اقول لك انا داوم في نفس المدينه وحرمتي داوم في نفس المدينه ونحن قاعدين في نفس البيت 24 ساعه جابلها انام انا ايش جابلها؟ هل فعلا هاي يسبب مشكله ولا هم يتصورون هاي تسوي مشكله وتصير، ولا لازم يكون في فتره تباعد؟ أيوة. يا اخي حالات الحب الشوق لما يكون الاثنين دائما متجابلين اكيد راح يصير فيه مشاكل. نحن دائما نقول لا نحاول ان يكون الحياه الزوجيه عباره عن روتين، يعني هي عندها صديقات وهو عنده اصدقاء، اذا مو شرط اذا حتى لا يداوموا في نفس المدينه اكيد عنده علاقات اجتماعيه. صح. يحاول انه ما يدخل في موضوع رتابه الحياه الزوجيه، اذا دخل في موضوع الرتابه معناته يعني انت تخيل اذا جاب الشخص 24 ساعه اكيد راح يتمل منه. صحيح. ولكن اذا انا عندي نشاطات مختلفه غير الدوام، حياه اجتماعيه، انا ما اقول نحن نترك البيت ولكن نحاول ان نحن ننوع في النشاطات اليوميه بحيث ان انا لما ارجع البيت اكون مشتاقه اني ارد البيت. صح. ولكن اذا كنت 24 ساعه فقط في الدوام وفي البيت معناته انا اكيد راح ادخل في مشاكل. لما الاثنين يتجابلون وما يكون عندهم حوار فعال راح يختلق مشكله علشان يتكلم. فبالتالي الحين نقول لا، نحاول ان نبعد عن موضوع الروتين والرتابه في الحياه الزوجيه لانها قد تكون بالفعل سبب من الاسباب اللي ممكن تؤدي الى خلافات. زين، احيانا انا كشخص الحين انا عازب امر في مشكله ولا شيء، عندي صديق ولا صديقين مقربين لازم اقول لي اساس انه يطلعني من المشكله هاي، يوم انا اتزوج اكيد بمر في مشاكل عائليه، اروح لمنو؟ أيوة. اذا تميت ما بعرف احلها. ايوه انا الحين زين، انت قلت شيء جدا ضروري. انا عندي ربيع خاطب يمر في مشاكل يخبرني، بس انا أيوة. زين الحمد لله ما اخرب عليه، بس اقول لي اثقل. اوكي زين، بس احس حتى لو انا تزوجت ولا هو تزوج في بعض المشاكل اللي لازم يعني يا ابا منها حل، يا ابا طلع شيء يعني باط شبدي مثل ما أيوة. نقول احنا شو الحل؟ لما انت تقول مثلا انا راح اروح اعبر او مثلا اتواصل مع صديقي، هل صديقك هو خبير في موضوع الاستشارات الاسريه وتتوقع انت راح تقول انه مثلا هو صديقي اكيد ما راح يضرني؟ صح. ولكن شو هي الخبره الموجوده عنده؟ يعني الحين انت تعطي مشوره وانت اساسا مش متزوج، بس يعني عندي خبره في الحياه. شو الخبره اللي عندك؟ يعني انا اعرف دائما نقول حق المقبلين للزواج على الزواج ما ندخل الاهل، ما ندخل الاصدقاء، ما ندخل شخص ما عنده معرفه. يعني كثير حتى من البنات مثلا تتواصل مع جارتها، تتواصل مع صديقتها، تتواصل مع اختها وتاخذ منها من المشوره الخاطئه التي قد تكون كفيله بانها تهدم بيتها. انا انت ما انك انت مستشاره اخاف اقول لك شيء، يعني انا اقول الشباب بتنصدمين. أقول مستعدة تسمعين الصدمة؟ نحن دوم يقول خليك ثقيل وياها، لا تكون خفيف، يعني لا ترد من المرة الأولى، تصل لك مرة ثانية قل لها لا تتصلين لي إلا مرة واحدة. هم شي يقولون لازم، يعني يقول لك اول ما تعرس تسوي سيستم الحرمه مثل ما أيوة. يقولون خلال الشهر الاول. أيوة. كلام كبير صدمت. أيوة. اكيد ايوه الحين انا راح اقول لك يعني دائما اساسا سواء يعني مثلا انا اقول لك يقول انا طالع ويا ربيعي مثلا، يقولون انت طالع ويا ربعك تتصل لك مره الاولى لا ترد يا ربعي انا مشغول، فنقول لها لا تتصلين مره ثانيه اذا ما رديت من المره الاولى الا اذا في حاله طارئه. انت شو انصدمتي ولا؟ ايوه انصدمت. ليش؟ لان هذه نصيحه، يعني هذه اشياء خاصه. وراح اقول لك شيء، كل علاقه او كل زوج وزوجه سيستمهم مختلف تماما. ما يصير انا افرض سيستم. تعرف من الاشياء اللي ممكن تؤدي الى مشاكل في اول سنه ان الزوجه جايه وحاطه في بالها راح تفرض سيستم معين، والزوج ايضا جاي وحاب في باله انه راح يحط سيستم معين مثل ما انت ذكرت، فبالتالي راح يبدون يتناقرون بدل ما يصير ايش حياه
وردي وكذي راح يكون ايش الدبابير ايش ان راح كل واحد حاب انه شو الحين ريلك على ما عودتي لازم تعودين على كذا كذا كذا. هي في بالها هذا الكلام يتردد لا انا لازم اعوده. وهو ايضا مثل شيء اذا عند ربيع مثلك يعني وقايله نفس الكلام معناته ايوه راح يبتدي انه هو يحاول يطبق. اول صدام راح يكون في بدايه الحياه الزوجيه لانه مش بسبب ان هؤلاء مش متفقين لا بسبب تاثير خارجي صديق زميل جارة وما إلى ذلك. أستاذ مريم في سؤال مهم، كيف أقنع زوجتي الأولى أني أنا راح أتزوج الثانية؟ أيوة أنت بعدك ما تزوجت وأنا ما بناوي خير. لا يعني أنا أسألت السؤال هذا لو الحين أنا كشخص متزوج الأولى كيف ممكن أقنعني راح أتزوج الثانية؟ مش كل الزوجات يتقبلون هذا الشيء ولكن يجب أن الواحد يكون عنده تكنيك. يعني إحنا أغلب الزوجات دبلوماسية في الإجابة كيف؟ لا دبلوماسية بس أنا على فكرة أنا أحب يرفضون هذا الشيء. أنا أحب التوحيد. أيوة لكن المفروض أنه هو يعني يكون عادل إذا راح يتزوج ويحاول أنه هو يتواصل. لازم يكون في قبول للزوجة الأولى إذا راح يتزوج الزوجة الثانية. لازم يكون في تقصير يعني إذا ما في تقصير ما لها داعي. دبلوماسية وايد في الإجابة كنتي فأعتقد ما ترضين. أعتقد الحين ما يصلح مجتمعنا الحالي ما يصلح بتعدد الزوجات. ليش؟ لأن الإنسان ما يستطيع أنه هو يعدل. يعني دائما الرجال بس حافظين ان الله سبحانه وتعالى حلل ان الزوج ان الرجال يتزوج اربعه بس هذا الشيء اللي حافظينه في الدين بس. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم لما تزوج زوجات كان من الاشياء اللي ركز عليها اللي هو شو العدل. صح. الحين صعب بظل الظروفات. الحين الواحد ما يقدر على زوجة واحدة كيف يتزوج يعني عدة في الزوجات ما يقدر إنه هو من حيث الاهتمام من حيث المصرف من حيث الضغوطات فبالتالي ما راح يستطيع. فما في مجال إن الواحد إلا إذا كان خلاص مضطر. أنا ما أقول يعني هذا الله سبحانه وتعالى حلل ولكن الواحد لما يخطو هذه الخطوة مثل لما خطأ أول خطوة وتزوج لازم يكون قدها. إذا هو مش قدها لا يخطو فيها لأن تعرف إنه الأكثر واحد راح يستاء هو الزوجة نفسها مش الزوجة الأولى ولا الثانية. هو في احتمال إنه يعني لا يطيق ما بيطيق الحياة. يعني أغلب الناس الحين ما قادرين يتحملون زوجة واحدة فكيف زوجتين؟ هاي دوما أسمعها أنا. كلمة أخيرة حابة تضيفينها أستاذة مريم؟ حابة إني أقول حق الزوجات والأزواج لازم إن نحن إذا صار ما بيننا خلافات نحاول إن نحن نحكم عقلنا. في النهاية دائما هم يحطون في بالهم منو راح يفوز. نحن نقول لا نحن نحتاج ان كيان هذه الأسرة يفوز وان تكون ايش الزوجية يكون الانسان مستمتع فيه حياة سعيدة استقرار. أيوة حياة سعيدة استقرار. نحاول ان ما نسمع للآخرين نحاول ان نركز في حياتنا وما نسمع للآخرين. مريم علي الكاس مستشار تربوي وسري شكرا لك نورتينا يا اهلا وسهلا. مشاهدينا فاصل بعدها راح نواصل وياكم خلوكم ويانا. يا اهلا وسهلا فيكم رجعنا لكم مره ثانيه. راح نروح نشوف مجموعه من الانشطه والورش المتنوعه في نادي القراءه والكتابه واللي هي دوما تركز على الحفاظ على اللغه العربيه وموروثها. معانا عبر الهاتف هبه ابو حلاوه منسق انشطه في بيت عربي ابو ظبي. يا اهلا وسهلا. اهلا وسهلا استاذ عبد العزيز يسعد مساكم. مساك الله بالنور والسرور. كيف الامور ان شاء الله طيبه؟ الحمد لله تمام شكرا كثير على الاستضافه. يا اهلا وسهلا. لو حدثتينا عن نادي القراءه والكتابه. نعم نادي القراءه والكتابه هو عباره عن ورشات خلينا نحكي انه هدفها الاساسي هو تحبيب الطفل باللغه العربيه في وسط انتشار واستسهال الاطفال وذويهم للاسف لاستخدام اللغات الاجنبيه. فبينسى الطفل لغة الأم وبحس إنه عاجز عن التعبير عن نفسه باستخدام اللغة العربية وإنه حصة اللغة العربية في المدرسة حصة مملة وصعبة. صحيح. وصعب يتعلمها بطريقة سهلة وممتعة مثل اللغة الإنجليزية واللي أصلاً هي تسمى بالووتر لانجويج لسهولة استخدامها وتعلمها. فاللغة العربية زي ما بتعرف هي من أصعب اللغات نظراً لبلاغتها وقواعدها. فهدفنا الأساسي من نادي الكتابة والقراءة هو تقديم اللغة العربية للطفل بأسلوب ممتع ومسلي يرمم الروابط بين الطفل ولغة الأم. أهمية هذا النادي بالنسبة للقراءة أستاذة هبة؟ تمام. بالبداية مثل ما ذكرت سابقا الهدف هدفنا الأساسي هو تحبيب الطفل باللغة العربية. لو ما كسرنا هالحاجز بين الطفل واللغة العربية لن نحصل على أي نتيجة. فالأطفال بشكل عام أو خلينا نحكي أي إنسان لا يتقن إلا ما يحب. صحيح. تعليم الطفل القراءة والكتابة
حيث مدة الورشة تقريبا هي ساعتين ونص. تنقسم إلى ورشة الكتابة وفيها يتم تعليم الطفل الحروف العربية والكتابة بأسلوب ممتع محبب للطفل. ممكن أنه نكتب باستخدام المعجون أو الرمل وغيرها طبعا كثير من الأساليب. أما بخصوص نادي القراءة فيه بيتعلم الطفل ربط الحروف، التهجئة، لفظ الحرف حسب التشكيل. كما نقوم باستضافة كتاب قصص حتى يقرأوا لأطفالنا أحدث إصداراتهم القصصية، لأننا نؤمن بأهمية قراءة القصص وإكساب الطفل عادة القراءة منذ الصغر. حلو، أنت ذكرتي نقطة حلوة، دوما نحن للأسف كنا نعاني من نقطة هذه في المدرسة، حصة العربي دوما تكون مملة، يعني أكثر حصة الأستاذ يطلع فيها التلاميذ يروحون يغسلون ويهم يرجعون، عكس حصة الإنجليزي وغيرها. شو الشيء اللي أنتوا سويتوه تحببون الطلاب في اللغة هذه؟ طبعا المشكلة الكبيرة هي أنه اللغة العربية حاليا موجودة في بيئة تنافسية كتير صعبة، لأنه التوجه صار أنه أغلبية الناس عم بيتوجهوا حتى بالبيت، الأم صارت تستخدم مع ابنها اللغة الأجنبية للتعبير عن نفسه، فصار الطفل ضايع. إحنا دورنا الأساسي هو أنه إحنا بنوعي كل أم، بنوعي كل ولي أمر أنه ومنناشده، يعني أنه رجاءً اللغة العربية هي لغة عظيمة، ما لازم نتساهل وما لازم نكون جاحدين بحقها. صحيح. لازم نعتبرها أنه هي اللبنة الأساسية في بناء شخصية أبنائنا. إذا ما كانت اللبنة الأساسية قوية فإحنا ما رح نستطيع نبني أي شيء بعديها. لازم تكون اللبنة الأساسية عند الطفل وهي لغة الأم قوية، وهذا في البداية، بعدين تيجي أي لغة أخرى. لو الطفل أتقن لغته الأم وكانت يعني قاعدته قوية، فخلص بصير بعدها سهل يتعلم أي شيء. أي شخص يتقن اللغة العربية بإمكانه يتقن أي لغة بكل سهولة، لأن هي أصعب لغة في وجه الأرض. للأسف أستاذة هبة، الحين نحن نشوف عزوف الناس أو خاصة الشباب الصغار عن القراءة، ما في اهتمام، الآيباد، البلاي ستيشن. شو دوركم تخلون الشباب يبدون يقرون من أول، يعني يرجعون مثل أول يبدون يقرون ويتثقفون؟ هلا احنا اول شيء دائما على طول بنستضيف كتاب القصص المميزين علشان يقراوا اصداراتهم القصصيه لاطفالنا. دائما بنعمل ورشات مجانيه في المدارس وفي المولات بتتضمن فقره الحكواتي حتى نشجع الطفل على اقتناء الكتاب وعلى انه يكتسب عاده القراءه، واللي هي يعني عاده جميله جدا لازم الأهل ينموها في أي طفل. صحيح. وفي عندنا مكتبة كبيرة جدا في بيت عربي بتحتوي على مجموعة قصصية ذات قيمة لأفضل دور نشر وأفضل كتاب، حيث تعتبر مكتبة بيت عربي هي مكتبة خصبة وغنية ومتنوعة، وإحنا يعني مكتبتنا مفتوحة لأي حدا حابب إنه يجي يزورها، يخلي ابنه يقرأ يطلع على المجموعات القصصية اللي موجودة عنا. إن شاء الله تعالى منين نزوركم من أقرب في أقرب وقت؟ بنتمنى وبتشرفونا، ودائما بنعمل ورشات مجانية للأمهات والمعلمات الحضانة من وعيهم بضرورة القراءة للطفل. القراءة مش تسلية، القراءة هي عادة لازم أن الطفل يكتسبها. طبعا إحنا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة فينا دائما من ناشد الأهل ومن ناشد متابعينا بضرورة القراءة، وإحنا نعتبر دليل لهم. دائما بننشر أفضل القصص ومنحط الهدف من كل قصة وشو مناسبة القصة وهي مناسبة لأي فئة عمرية بالتحديد. إن شاء الله. هبة، أي كلمة أخيرة حابة تضيفينها؟ أول شيء بشكركم على الاستضافة، بوجه رسالتنا لكل بيت، لكل أم، لكل معلمة، لكل ولي أمر، اقرأوا لأطفالكم، القراءة غذاء العقل. طيب. وبتنشئ جيل ذكي قادر على حل مشكلاته. وافتخروا بلغتكم العربية واجعلوا أطفالكم يفتخرون باللغة الأم، ولا تخلقوا حواجز بين الطفل ولغته الأم يصعب كسرها فيما بعد. أستاذة هبة أبو حلاوة، منسق أنشطة في بيت عربي أبو ظبي، شكرا لك. شكرا جزيلا على استضافتكم، يعطيكم العافية. يا أهلا وسهلا فيك، حياك الله. شكرا جزيلا، مع السلامة. طبعا مشاهدينا، أجمل شيء ومن أجمل الأماكن وكلنا نفتخر فيه هو اللي موجود في أبوظبي، متحف اللوفر اللي موجود في أبوظبي. المتحف هذا في ثقافات العالم كله، ونحن نشعر بالفخر كيف ما قلت لكم أن مثل هذا المتحف موجود في فرنسا وموجود في دولة الإمارات العربية المتحدة. هذه دعوة أنا أقول لكم ياها، لما أنتم تروحون من المتاحف هذه تشوفون العالم كله موجود
في مكان واحد، الثقافات، التراث العالمي وغيرها من الأمور، الفنون مختلفة. والله أنا قاعد أتكلم أبا أوصف لكم لما أنا رحت زرت شو اللي شفته، تحسون بالفخر، تحسون بأمور كثيرة لما تروحون تشوفونه. أنا ما بيحرق عليكم، اللي ما زاره لازم يروح يشوفه. وهذا اللي ابتدع المهندس جان نوفيل الحائز على جائزة بريتكيز للهندسة المعمارية، وهو اللي صمم متحف اللوفر الذي يغطي مساحته تقريبا 9200 متر مربع من صالات العرض الفنية بما فيها صالة العرض الدائمة وصالة المعارض المؤقتة. وتشتهر الصالة هذه يا أخواني العروض المؤقتة باستعارتها لأعمال فنية من العديد من المتاحف الفرنسية الشهيرة مثل متحف اللوفر كيف ما ذكرت ومتحف روسيا ومركز بوميتس أورسي ومركز بوميتس بوميديو أنا آسف بوميديو يعني كلمات شوية بومبيدو فكلمات صعبة علي. خلونا نشوف هذا الفيديو أحساس ما أغلط أكثر. مع شروق أشعة الشمس على أبو ظبي ما عاد للمستحيل مكان، نرحب بكل فجر جديد بأمل يبعث فينا الإلهام. أبو ظبي ملتقى الحضارات تعكس برؤيتها جوهر الأمة، من التنوع والانفتاح إلى الطموح اللامتناهية، صفات سامية تنحت المتحف العالمي الأول في العالم العربي اللوفر أبو ظبي، بدعم من متحف اللوفر في فرنسا و13 شريكا من متاحف فرنسية معروفة عالميا. سوف يقدم معارض مؤقتة وعروضا حية ومتحفا للأطفال، بذلك ينطلق حوار حول الإنسانية والروابط المشتركة التي تجمعنا، تعود التحف الفنية في متحف اللوفر أبو ظبي إلى العصور القديمة وحتى زمن الفن المعاصر لتكشف عن صفحات قصة الإنسانية العالمية ورؤية تنير جوهرها. يجمع المتحف الزوار من كل أنحاء العالم وبلغة الفن ينير عقولهم مع التحفة الفنية شعاع النور المتميزة بروعتها الفائقة. تصل هندسة جان نوفيل الأرض بالبحار لتشكل مدينة المتحف مرقداً للتناغم والسكون والتأمل، ومع غروب الشمس لاستقبال صباح جديد ينير عالمنا، نعود لنشعر بأنه ما عاد للمستحيل مكان. متحف اللوفر أبو ظبي، تأمل جوهر الإنسانية بعيون التاريخ. يا أهلا وسهلا، رجعنا لكم مرة ثانية. دوما نحن نشوف حصص الرياضيات كانت في زمننا شيء صعب، وكانت بالنسبة للبعض أنا منهم حصة الرعب أو حصة الخوف. المشاكل هذه في الزمن هذا تطورت، صارت تنحل بكل سهولة، وراح نعرف أكثر كيف انحلت بكل سهولة. معي هنا في الاستوديو المهندسة إسراء جعفر قرشي، مدير عام معهد كامبريدج البريطاني. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيك. أهلا. المهندسة أنا قلت كانت أصعب حصة بالنسبة لي حصة الرعب هي حصة الرياضيات. فعلا، عشان كده يعني احنا حابين انه في الحلقه دي كثير من الناس اللي حيتابعوا الحلقه نحاول يعني نغير الفكره دي. في كثير من اسهان اولياء الامور وكمان الطلاب اللي هم بيدرسوا، في بعض الطلاب حتى ماده الرياضيات يعني بتاثر حتى في تحصيل الطلاب. في بعض الطلاب يعني بيكون طموحه انه يدرس هندسه، يدرس الكليات اللي هي التطبيقيه، الطب، الهندسه، الكليات اللي هي بتحتاج مجهود عالي، فبسبب ماده الرياضيات ممكن ممكن تكون مشكله. شو هو برنامج الحاسب الذهني؟ الحساب الذهني، احنا ممكن ننطلق من المقدمه تبعك اللي هو الرياضيات. في البدايه احنا نعرف اصلا ليش الرياضيات ومن وين اصلا جاء علم الرياضيات. ما حنتعمق في التاريخ كثير، وأنا كمان ما عالمة بتاعت رياضيات، لكن بس من واقع الحساب الذهني.
مادة اللي هو الرياضيات أصلاً اتوضعت ما لو تلاحظ إنه كل الطلاب يقول لك إحنا شو بنستفيد من الرياضيات؟ X, Y, Z كلها حاجات وهمية ما موجودة بالواقع. إحنا بس نبطل دراسة ما بنلقاها موجودة بالواقع. صدقك. مشان هيك فإحنا بنحول في الحساب الذهني. أول حاجة هو طبعاً الحساب الذهني. البرنامج بدأ في سنة 1996 ويعني معالجة لأنه الرياضيات نحول مادة الرياضيات لمادة سهلة ومرقوبة. ونحن يعني ما بناخذ كل النظريات الرياضية اللي هو التفاضل والتكامل بس كل النظريات الرياضية بتنتهي في الجمع والطرح والقسمة والضرب. صحيح. دوما هي أساسيات الرياضيات. لما أنا كنت أقول لك بداية المرحلة كانت أصعب حصة تمر علينا هي حصة الرياضيات. صح بالضبط. تصورين لدرجة أن نحن لما يرن الجرس أنها تنتهي معناته إفراج من السجن. صح. يعني حتى الطلبة الشطروا حتى أستاذ الرياضيات كان من المدرسين الغليظين جدا وكنا نخاف منه ما تدرين وتحسين حتى لو مسألة سهلة تحسينها صعبة جدا. صعب. شو هي القواعد اللي انتم سهلتوا العمليه هذه؟ سهلنا عمليه خليتوا الشباب الصغار الاطفال يحبون الحاسب ماده الرياضيات. اولا حاجه البرنامج. خلينا نحكي لك عن البرنامج كامل حتى يعني كل الناس يكونوا عارفين عن ماده الرياضيات وعن الحساب الذهني. زي ما ذكرت لك انه نحن في الحساب الذهني ما بنتعامل مع الرياضيات النظريات الرياضيه. في فرق ما بين الحساب وما بين الرياضيات. صح. نحن بناخذ الحساب باعتبار انه نحن نبسط ماده الرياضيات للطالب. فاحنا عندنا بنعلم الطالب طرق معينه بيتعامل بها مع الضرب والجمع الطرح والقسمه والارقام العشريه. تمام. نحن عندنا طرق اللي هي عندنا عن طريق الأباكس اللي هو العداد الصيني. هو معروف يعني مدارك بالنسبة للناس. شو هو العداد الصيني؟ العداد الصيني هو عبارة عن بوكس عليه خرزات. تمام. الخرزات مقسمة لخانات. حلو. الخانات معرفة بالنسبة للطالب اللي هو بيكون مقسوم على جزئين. هو احنا في البدايه بنبدا بطريقه اسمها طريقه الفينجر ميثود اللي هو يعني انا ممكن اذا قلت لك انه انت تعد لي على ايدك حتقول انه هذه 10 وهذه 10. يلا هذه بس هذه احنا عندنا طريقه الفينجر ميثود انه بايديك الاثنين بتحسب لل 99. اذا خلاص سوي الطريقه هاي وانا بحاول اسويها كاني انا الحين جاي اتعلم. اوكي اسوي. اوكي طريقه الفينجر ميثود. صبري عشان نعرف. سامحيني كيف راح ابداها انا. اول حاجه أوكي. انت ايديك ترفع ايديك كذا ابهامك لجوا هاي لداخل هاي كذا انت لا هيك هيك. هيك هيك انت ايديك صاروا بالضبط مثل العداد الصيني. مثل العداد الصيني. حلو. فانت اول ما تبدا تحسب بتبدا تحسب 1 1 2 2 3 3 4 4 هاي كم هاي 5 لا هاي 1 لا هلا هاي لحاله 5 هاي لحاله 5 هاي لحاله 5 صح 6 7 8 9 كيف ال 10 هاي 0 هاي 1 اها اوكي 10 1 0 1 0 2 0 2 0 3 0 30 4 4 0 هاي كم 5 0 50. اوكي وبتتوالى العمليه. انت لما تعمل ايديك الاثنين بيكون هاي لحالها كم 9 اللي هي 9 اوكي وهاي لحالها كم 9 99 يبقى لي وقت لا تعصبين علي. أوكي. خلاص فان شاء الله بس الطريقه لانه احنا بنتعامل مع النظر يعني. أوكي. انت بتلقى كانه قدامك مكتوب 99 يعني انت ما بتتعامل معه على اساس انه كقيمه بتتعامل مع الرقم كشكل. في 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 انا شفت احيانا فيديو في ولد صغير يسوي شيء هي هل من ال يعطوه مبلغ يعني عفوا مبلغ انا ارتبط شوي بالفيديو رقم. يعطوه رقم كبير فيبدا يسوي كذا 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 يعطيهم الناتج اخر شيء. هي بطريقه الاعداد الصيني. هو البرنامج اصلا عباره عن 8 ليفل. احنا في كل ليفل بنعلمه مهاره. صح. الثمانيه ليفل بياخذ في كل ليفل 12 حصه.
بناخذ لمده ساعتين في الاسبوع، عندها طرق معينه، كتاب معين، والعداد الصيني اللي هو احنا العداد الصيني بالنسبه للاطفال في اول ليفل بنعلمه كيف يتعامل بالعداد الصيني. طيب هو شنو ميزه البرنامج؟ ميزه البرنامج غير العمليات الحسابيه هو كمان بيساعد على التركيز، لانه احنا في اول ليفل بنعلمه انه كيف يتعامل مع العداد الصيني. تمام. اللي هو كيف احسب الارقام، كيف اجمع واطرح ويعمل ضرب ويعمل القسمه. صحيح. في الليفل اللي بعده والليفل اللي بعده يعني الثاني والثالث، في الليفل الثاني بنعلمه السرعه انه يتعامل مع العداد الصيني بتايم بالوقت بالوقت. في الليفل الثالث بناخذ بنشيل منه العداد الصيني وبنخليه هو خلاص العداد الصيني بيكون انطبع على ذهنه. دي ميزه البرنامج اللي هو بيقوي الذاكره. فانت مثل ما قلت يعني شفت فيديو، في فيديوهات كثير ممكن يعني الناس الاولياء الامور المهتمين يشوفوا، يدخلوا عن البرنامج سمارت برين الحساب الذهني. المهندسه تشوفين الامور هذه تساعد الطلبه اللي ما يحبون الرياضيات انها تقربهم للرياضيات بشكل كبير ولا بعيده يعني؟ والله هي حسب التجربه وحسب الطلاب اللي احنا يعني معانا وبيدرسوا معانا، هي بتساعد كثير وايد، لانها هي بتبدا الرياضيات بطريقه مختلفة. يعني أنت مثلا عندك بالمدرسة بيقولوا لك واحد 1 بلس 1 2، لكن ذهنيا أنت ما بتكون عارف أنه 1 بلس 1 2 جات من وين، بس حفظ هم أنت حفظتها، بس لما تشتغل بطريقة الأباكس يعني خلاص ذهنيا بتكون انطبقت عندك العملية، فتقيم تلقى عندك العمليات أصلا ماشية بسلاسة. تدرين أنا كنت حافظ مرة جدول الضرب وكان عنا تسميع جدول الضرب، فلما من الخوف والرهبه نسيته وانا حافظنه. مو فاهم، انا حافظ مو فاهم. لانك مو فاهم. بالضبط. هي. فطريقه العداد الصيني بتعلم الطالب انه كيف الارقام، كيف تناسق الارقام، كيف تناسق العمليات الحسابيه، يعني دي اهم حاجه في البرنامج. صح. انه كيف تناسق العمليات الحسابيه ومن وين بتجي، وانت بتتعامل مثل ما قلت لك انت بتتعامل مع الارقام، عشان كده هي مبسطه بتتعامل مع الارقام كشكل اكثر من قيمه. في مسابقه الحاسب الذهني اللي هي المسابقه العالميه اللي هي سمارت برين، سمارت برين الحساب الذهني، لو كلمتين عن والله هي المسابقه العالميه طبعا بيشاركوا فيها كل الدول اللي هو مشاركين بالبرنامج الحساب الذهني، فيها كثير من الدول العربيه، يعني فيها الامارات طبعا، فيها البحرين، فيها الكويت، كثير من الدول العربية وكثير من الدول اللي هي الدول الآسيوية، في منها في الصين، في كذا، وفي تايلاند طبعا، وفي يوكي، وفي كندا. شطار الطلاب هم 20 دولة، هم 20 دولة، كل دولة بتمثل، كل دولة بتمثل بطلاب تبعوتها، وبعد كده المسابقة يعني بشاركوا فيها عدد كبير جدا. آخر مسابقة اللي هي كانت بال 2017 شهر 7 2018، وفي 2019 كمان المسابقة 28/7/2019، احنا بنحاول نأهل طلابنا لأنهم يشاركوا في المسابقة. زين، كيف ممكن الطلبة يشاركون في المسابقة هذه؟ هو البرنامج موجود في الإمارات على المدارس والرياض والحضانات، لأنه هو البرنامج أصلا مستهدف الفئة من 4 سنة ل15 سنة، يعني دي فئة التعليم خلاص يعني. بعد كده حيكون أنت هسه إذا عايز أعلمك حساب ذهني حتقول لي أنا الرياضيات ما بحبها، ما أحبها جدا، فيني عقدة لها يعني. بالضبط. فهم نحن مثلا عندنا في المركز وفي المدارس وفي كذا، الطلاب بيشاركوا في كل ليفل في امتحان عالمي. الامتحان بيكون فيه الخمس مراكز الأولى، الخمس مراكز الأولى هي اللي بتترشح للمسابقة. زين، في طرق عديدة يستخدمونها غير الطريقة الصينية للحساب؟ غير طريق الأباكس؟ إيه؟ لا، هو الأباكس الفينجر ميثود ده الليفل الأساسي، بعدها بنتقلوا لطريقة الأباكس، وبعد كده الأباكس مثل ما أنت قلت إنك أنت شفت كذا طالب اللي هو بيتعامل بس بالأباكس، اللي هو بزيد وبمقص بزيد وبمقص من غير ما يكون قدامه في حاجة، بس هو ذهنيا قدامه الأباكس. دي ميزة البرنامج. البرنامج هذا يعتمد بس في الضرب والطرح ولا كل العمليات؟ الجمع والطرح والضرب والقسمة والعشري. أنا كان أصعب مرحلة مرت في حياتي اللي خلتني أفكر وشعر على رأسي وأنا صغير القسمة المطولة.
بالضبط. وفي الفيسبوك قاعد ادور من فتره اشوف طريقه سهله جدا شرحها في دقيقه. اقول ليش ما شرحوها لي في دقيقه؟ ما هي هيك احنا هو البرنامج حاليا في تايلاند طبعا في وزاره التربيه والتعليم معتمد. احنا بنحاول هسه ندخله على المدارس والرياض باعتبار انه يعني يكون الاساس بالنسبه للطلاب. فهي المسابقه كمان المسابقه العالميه فيها ميزات. اول حاجه طبعا بتعلم الطلاب ان هم لما يكونوا صغار وكده يقدروا يتعودوا على انهم ينافسوا على مستوى عالمي. بعدين فيها جوائز يعني بتتقدم فيها شهادات للمشاركه. فيها 4 كؤوس بتتقدم للمراكز الاربعه الاولى اللي هي بتقدم للدوله. يعني صحيح. تقدم للدوله ممثل الدوله لان شخص ممثل الدوله ايوه لممثل الدوله اللي هي في الكاس بيكون من الكاس الاول بيكون من مكتب سمو الاميره بتايلاند. الكاس الثاني بيكون من رئيس الوزراء اللي هو مكتب رئيس الوزراء. الكاس الثالث بيكون من وزير التربيه والتعليم. الكاس الرابع بيكون من الشركه نفسها اللي هي سمارت برين. المهندسة إسراء جعفر مدير عام معهد كامبريدج البريطاني نورتينا. أهلا وسهلا فيك حياك الله. مشاهدين الكرام من هنا من الرياضيات فاصل ومن بعدها راح نواصل وياكم خلوكم ويانا. اهلا وسهلا رجعنا لكم مره ثانيه. طبعا في مشكله دوما احنا قاعد نواجهها في الوقت الحالي هي اللغه العربيه وعزوف الناس من اللغه العربيه وبالاخص الاطفال اللي موجودين الحين ما صار عندهم ذاك الاهتمام اللي قاعد نشوفه في اللغه العربيه. ممكن نساله عن اي شيء يعرفه بالانجليزي لكن للاسف ما يعرفه بالعربي، كيف ممكن نحبب الشباب وصغاري هذول باللغه العربيه؟ معي هنا في الاستديو عمر ابو حميدان مدير تنفيذي في شركه عصافير لتقنيه التعليم. يا اهلا وسهلا فيك. اهلا فيك. اهلا وسهلا. انا قلت لك اول شيء قبل ادخل في اللغه العربيه ليش سميتها عصافير؟ ليش سميناها عصافير؟ سميناها عصافير هو زي كلمه تحبب لما تسال شخص عن ابنائه بتساله مثلا كيف العصافير، فمن هذا الباب خصوصا انه في البدايات كنا التركيز تبعنا على الاطفال الاصغر عمرا. شوف للاسف الشديد الحين اللغه العربيه روتينها صارت ممله. يعني أنا حتى كان عندي مكالمة في بداية الحلقة نتكلم فيها عن اللغة العربية، صار حصة اللغة العربية من أسوأ الحصص لأنها مملة للأسف الشديد، روتينها ممل. الناس قامت ما خلاص ما في فايدة للغة العربية، إذا قاموا يدرسونها للأسف قامت الحصة تكون مملة، الطالب يطلع منها ما مستفيد شيء. شو الدور اللي أنتم سويتوه على أساس أنكم تحببون الشباب للغة هذه؟ تمام. هلا واحدة من المشاكل اللي احنا بلشنا نلاحظها انا يعني ولي امر لطفلين ولما صاروا عندي الاولاد يكبروا بلاحظ انهم هم فضوليين وبيحبوا يتعلموا كل شيء لكن لم اجد القصص المناسبه لهم باللغه العربيه. يعني بشوفهم بقراوا بالانجليزي باستمتاع بس ما الاقيش شيء باللغه العربيه لهم. فبدات ادور لم اجد يعني في محتوى يعني غني فحكيت لازم نبدا في حل المشكله وهكذا بدانا يعني في الموضوع اللي هو نتطلع على المحتوى المقدم للطفل باللغه العربيه لانه هذا هو السبب الاساسي لعزوفهم. صحيح. كان من ناحيه تعليم او من ناحيه متعه. يعني الانسان بطبعه فضولي، اذا احنا من نذكي فضوله ومن نعطيه محل يقدر يشبع فضوله برضه بتلاقيه بقرا ويحببهم يخليهم يروحون للغه العربيه يرجعون لها لان اللغه والله حلوه. صحيح. حلوه لما الواحد يتكلم بلغته ويعتز فيها ويفتخر فيها. انتم منصتكم كيف عباره عن كيف يعني شو هي المنصه؟ هلا هي منصه الكترونيه موجوده ب يعني بتقدر توصلها من الكمبيوتر من الموبايل في تطبيق ذكي على الموبايل وعلى التابلت على الاندرويد وعلى الاي او اس. فهي موجودة في أي محل يعني يقدر يقرأ الطفل فيها. هي قصص موجودة في الويب سايت أو في التطبيق. نعم. يدخل هذا. نعم. يبدأ يقرأ منها. هي قصص مصورة ومسموعة برضو ومتدرجة في الصعوبة. تستخدم تصنيف وضعته منظمة الفكر العربي اسمه تصنيف عربي 21. تصنيف هذا عربي. بيصنف النصوص حسب صعوبتها في القراءة وهذا بيساعد المعلمين في انتقاء النص المناسب مع الطلاب يعني في المدرسة. الأولياء الأمور
تحس انهم متحمسين للامور هذه ان اولادهم يدخلون هذه الطب. يعني هو حتى الولد احيانا لما تعطيه الايباد يفضل يروح يلعب يدخل اليوتيوب ما يفضل تعطيه شيء تعليمي. انتم ممكن استخدمتوا حركه حلوه ولا نقطه حلوه ان تسليه وتتعلم في نفس الوقت. نعم. هلا التعليم ترى يعني مش مفروض انه يكون ممل. يعني هاي عندنا احنا صارت مسكونسبشن بسبب التعليم اللي احنا تعرضنا له. قلت كلمه بالانجليزي يعني قلت ممكن معتز باللغه ما بقولها. لا هي يعني بطبيعه معيشتك في صح. مدينه يعني فيها اكثر من جنس واكثر من حضاره الاختلاف اللي موجود يجبرك انك تتعود. يعني عندنا كثير من الموظفين في الشركه غير عرب فبدك تستخدم اللغتين. يعني تقييم الطلب الحين في اللغه العربيه في الموقع يعني في ناس للاسف يمكن يوصل صف ثالث ولا صف رابع ما يعرف يقرا لك. يمكن لو كتبت اسمه انت كامل ما راح يقرا لك. يعني الموقع كيف ممكن يناسب الشخصيات او الفئات هذه؟ طبعا بيناسب الجميع. هلا هو مصمم بطريقه انه من مرحله بدايه القراءه لا لحد اتقانها فبالتالي المحتوى متدرج في الصعوبه بحيث انه اي طفل ممكن يستمتع فيه. واحنا بنبني المحتوى بطريقه يعني فيها طبقات بحيث انه حتى لو انك لا تتقن القراءه بس عمرك كبير ممكن تستمتع بمستوى اعلى من انه طفل صغير لسه بتعلم القراءه بالرسومات مثلا. حلو. في نكات مثلا يعني مخبأة داخل الرسومات. حلو. ممكن يفهمها الطالب الاكبر بالعمر بس ما يفهمهاش الطفل الاصغر. يعني طفل في متعه حطيتوا المتعه اللي كانت تنقصها اللغه العربيه. نعم. عندكم ورشات عمل للاولياء الامور والمعلمين في اللغه العربيه؟ نعم نشتغل. احنا بنشتغل مع عدد من المدارس يعني حوالين العالم ومنساعد المعلمين على أول إشي اللي هو استخدام التكنولوجيا داخل الصف. شو الطريقة الأفضل لاستخدامها؟ وبرضو اللي هي القراءة الموجهة اللي هي بتساعد خصوصا في المدارس الانترناشونال. واحد من المشاكل اللي بواجهوها أنه لغة التعليم مش اللغة العربية فبالتالي الطالب إذا ما بيستخدم لغته الأم لأنه يتعلم المواد الأخرى فبالتالي بيصير عنده مشكلة ضخمة في التحدث. فهاي بتساعد في حل المشكله اللي هي القراءه الموجهه. بيعطوا حصه في الاسبوع 45 دقيقه بتكون كامله للقراءه يعني بيكون الطالب بيقرا فيها. هم دوما يقولون اللي يتقن اللغه العربيه بامكانه يتقن اي لغه في العالم لان هي اصعب لغه. انا اشوفك لابس سواره هي تخص اللغه العربيه وتدعمها ولا لا؟ هذه للتفاؤل. هي للتفاؤل للايجابيه 100 يوم من الايجابيه. ونحن في يعني اللغه العربيه هي ان شاء الله نتمنى انها ترجع على عزها نتفائل. ممكن انت متفائل على اساس اللغه العربيه لابسنها؟ طبعا لا والله انا بحب دائما اذكر حالي في الشغلات اللي لازم دائما يعني ازيد منها فبحب ازيد من التفاؤل دائما. تفاؤلوا بالخير تجدوه. الناس اللي استفادت من المنصه هذه المعلمين واولياء الامور تشوف المدى اللي هم استفادوا فيه خاصه الحين ممكن انا لو مدرس هل يمكن استخدم التطبيق هذا؟ لان الحين تعرف كل الحصص بالباوربوينت. الكتاب راح. هل ممكن هاي تدخل في الحصص اللغه العربيه الحين مثلا اقول لك صف اول صف رابع وخامس ممكن يشوف التطبيق هذا يدخل؟ طبعا. هلا احنا كيف بيستخدموه المعلمين؟ بالعاده ممكن يعطوا في حصه قراءه جماعيه وفي بيجي مع القصص تمارين وبيجي معاه خطه درس وبيجي معاه اوراق عمل حتى بيقدروا يطبعوها ويشتغلوا فيها المعلمين. والطلاب برضه ببدلوا فيه اللي هو الواجب الاسبوعي. زمان كان المعلم يعطي الكتاب كتاب مطبوع للطالب يروح فيه على البيت يقراه. بس بعد ما يعطيه الكتاب انتهى التواصل بين المعلم والطالب. هو ما بيعرف هل يقراه في البيت ولا خلاص كم يقضي وقت بالضبط وهو بيقراه كم بيستوعب منه ما بيعرف عنه ولا اي شيء. باستخدام التكنولوجيا هلا بالتكنولوجيا بتقدر انت تعرف كم قضى وقت بالدقيقه والثانيه وهو بيقرا القصه وكم استوعب منها كمان لانه في تقييم سريع بيجي باخر كل قصه. بيساعد برضو المعلم يعرف كيف مستوى ال والله لو انا عرفت انا تمنيت اني كنت اجرب التطبيق على الهواء صراحه اللي هو هذا بس فاتتنا هذه اني كنت ناوي اجرب التطبيق على الهواء كنا نشوفه كيف. بس شيء جميل انت ذكرته لو نشوفه هذا مستخدم في المناهج الوزاريه في الوقت الحالي تحس انه نطلع من الروتين الممل اللي موجود في اللغه العربيه يعني فعلا صارت تحس الاستاذ يقعد ولا مؤاخذه يبدا يقرا نحن كطلاب قاعدين بس نشوفه. مع أن لما كبرنا حسينا بقيمة اللغة العربية. الحين أغلب الناس قامت تتلذذ بالشعر
وهي يعني كيف أقول لك وسيلة قريبة للناس. هل في هذا ممكن موجود في التطبيق أو الممكن إحنا نشوفه موجود في التطبيق؟ طبعاً موجود عندنا مجموعة من الأشعار والقصص المزجوعة بحيث أنه تجذب اهتمام الطفل. هلأ الطفل من الشغلات اللي بتجذب اهتمامه خصوصاً بالأعمار الأصغر اللي هي الكلمات المزجوعة بسهلة على اللسان، بتخليه يتذكر الكلمات بسهولة يعني. فيعني موجودة طبعاً جزء مهم من في قصيدة أعتقد، لا ما أذكر منه، لي جدة ترأف بي أحن علي من أبي. هذه قصيدة ممكن كانت تدرس في الصف الثاني والثالث. أنا لما ما حفظتها لأن الأستاذ قالها بطريقة روتينية مملة. الحين طلعت أنشودة واحد ينشدها وانتشرت، الشباب الصغار قاموا يقولونها يرددونها لأنها طلعت بطريقة شو طريقة حلوة حببت الناس لهم. أستاذ عمر شو تشوف اللغة العربية؟ يعني أنا أقول لك الحين عدنا نحن الإعراب، أنا ممكن أشوف شخص دخل الجامعة ومختص في تخصص لغة عربية ما قاعد يجيد الإعراب، والإعراب تدري ما يقدر يكتب ممكن مقالة، ما يقدر يدش في موضوع كتابي إلا لما يكون يجيد شيء في الإعراب. هل التطبيق يناسب المراحل المتقدمة هذه اللي نقول لك ممكن تكون مراحل في الثانوية وغيرها؟ طبعاً طبعاً. هي كبداية المهارات الأخرى هاي مثل النحو والصرف والبلاغة موجودة، بتلاقيها في المستويات الأكبر بأنه بتعامل الطالب مثلا مع بدل ما هو بتعامل مع نص قصة قصيرة مصورة بتعامل مع رواية. وبعدين في عنده أوراق عمل تحتاج لا يعني تفعيل المهارات هاي النحو والصرف والبلاغة. وغير هيك حتى إحنا بنركز على مهارات جديدة مع القرن 21 مهمة جدا، زي مثلا البحث على الإنترنت. كثير من القصص مثلا أو الروايات اللي بيشتغلوا عليها طلاب الأكبر عمرا بيحتاج يذهب ليبحث على الإنترنت يعني ليقوم بواجبه. صح. يعني جزء من واجبه أنه كيف تحصل على المعرفة من خلال الإنترنت. أنا مريت في عقدة كبيرة من الإعراب أستاذ عمر، أنت مريت فيها ولا أنت كنت مريت عديت فيها بسلامة؟ والله يعني هو الإعراب إذا بدك تفهمه كامل فهو بحر واسع. حتى بداياتها اللي ها اللي يقول لك اللي يوقف على حيلة كانت صعبة علينا، متاهة وما نعرف شو نقول وندخل الحصة ضايعين، ولما يكفي الامتحان أصعب شيء ممكن يجيك. ليش؟ لأن حطيناه نحن هاجس صعب نتعلمه، ومثل يقول لك هذا أنا مستحيل أتعلمه مستحيل أتعلمه. هلا جزء من الصعوبات أنا بشوفها يعني ممكن تكون من المحيط. نعم إذا أنت بتلاقي زملائك بالصف بيواجهوا صعوبة وبيحكوا إنه العربي صعب جدا، ممكن ينتقل لك نفس الشعور. لا هي شغلة. الشغلة الثانية أسلوب التوصيل، لأنه اللغة بشكل عام تحتاج لممارسة كبيرة لتتقنها، بسموها ميتا سكيل أو يعني مهارة فوقية تفوق كل المهارات الأخرى. فبالتالي إذا لم تمارسها بكثرة لن تتقنها. هذا جزء من يعني من الجزء من التحدي اللي بنواجهه اليوم مع الطلاب في المدارس. أنت حاط صوير للتفاؤل وأنا متفائل إن إحنا ممكن يتحسن حال اللغة العربية ونرجع لأفضل حال. وفعلا نقطة مهمة يعني أنا أتمنى بالأخص الحين إحنا قاعد نشوف أغلب المواد قاعد تستخدم فيها التقنية الحديثة هاي، وأهم نقطة هي إن اللغة العربية نشوفها بكرة في الكلاسات وفي الحصص اللي موجودة اللغة العربية، لأن فعلا اللغة العربية محتاجة يعني توصل لهذا التطور اللي نحن وصلنا له. نحن نلوم أنفسنا نقول ليش ما ندرس الهندسة بالعربي، صح؟ ليش ما ندرس الطب بالعربي؟ لأن نحن مقصرين حتى في تطويرها. هذه الخطوة الأولى اللي تعزز مكانة اللغة العربية. صحيح. تتفق وياي؟ نعم 100%. وأنا بصراحة مش بس متفائل، وأنا يعني أرى نتائج إيجابية على أرض الواقع. يعني إحنا الشهر الماضي على المنصة لحالها نقرأ 3 ملايين قصة، 200,000 ساعة قراءة. أنت بتحكي على 22 سنة قراءة خلال آخر 30 يوم بس، ما شاء الله. فالطلاب عندنا بيقرأوا والأطفال عندنا بيقرأوا. الفكرة أنه أنت زودهم بمحتوى مثير للاهتمام وراح تشوفهم بوكلوا أكل. صحيح. رقم جدا كبير والله. وفترة حلوة هذه اللي تقمتوا فيها. أي كلمة أخيرة حابة توجهها أستاذ عمر؟ القراءة شيء ممتع وبيخلينا نستمتع بكل شيء آخر يعني على مستوى أعلى. فأنا بنصح الجميع يعني إذا ما كانت جزء مهم من حياته
يحاول يدخلها لو 10 دقائق أو ربع ساعة باليوم صحيح. وشوي شوي راح يشوفها بتأخذ حيز أكبر وأكبر من يومه. صحيح. بالقراءة تنضج العقول، العقول الصغيرة والعقول الكبيرة. القراءة هي بوابتنا نحو العالم، نحو الثقافة، نحو المعرفة، نحو فهم أنفسنا قبل أن نفهم الآخرين. صحيح. أستاذ عمر أبو حميدان، مدير تنفيذي في شركة عصافير لتقنية التعليم، شكرا لك، نورتنا. شكرا لك. مشاهدينا الكرام، أبي أختمها باللغة العربية، في أمان الله وحفظه، غدا إن شاء الله إلى الملتقى، حياكم الله.